مشاهدينا، الحديث أكثر عن أسواق العملات وأيضا أسعار النفط ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي رئيس قسم الأبحاث في شركة إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك رائد. أبدأ الحديث عن أسعار النفط التي هنا يعني واصلت أسعار النفط أداءها الإيجابي وبلغت مستويات 71 دولار للبرميل، وهي أعلى مستوى لها منذ ديسمبر عام 2014. بالتالي نتحدث عن هذه الارتفاعات، سواء أن الدعم لاحظناه من هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية من تصريحات مهندس خالد الفالح. تعليقك على النفط. بالتأكيد النفط يعني كان حقق ارتفاعات قوية في الفترة الماضية، سواء كان مدعوما بتحسن آفاق الطلب العالمي، إضافة إلى وجود اتفاق خفض الإنتاج الذي يبدو أنه حقق نتائج إيجابية كثيرا، وهو العامل الرئيسي لعودة أسعار النفط للارتفاع، لأنه كان في عندنا اختلال واضح في ميزان العرض والطلب بالنسبة للاقتصاد بالنسبة لأسعار النفط، وبالتالي شهدنا هذه الارتفاعات. أيضا استفاد النفط من موضوع الدولار الأمريكي المتراجع والضعيف نوعا ما، والذي دعم كل أسعار السلع حقيقة بالارتفاع أو بالاتجاه الصاعد، وهذا أيضا نقطة إيجابية أضيفت لأسعار النفط بالاتجاه الصاعد. الآن نتحدث عن إمكانية عودة أسعار النفط لمزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة مع تحسن تطلعات النمو العالمي التي يتم ترجمتها من خلال بيانات الاقتصاد الجزئي، طلبات المصانع وما إلى ذلك من صناعات التحويلية. كل نمو نراه في الاقتصادات العظمى يعني ذلك مزيد من الاستهلاك، مزيد من الطلب على أسعار النفط، إضافة إلى عامل مخزونات النفط الأمريكية التي أو مخزونات النفط العالمية إجمالا التي تراجعت بشكل واضح، وهذا يزيد أيضا من أمل مزيد من الطلب. رائد، من جهة أخرى الإنتاج الأمريكي الذي يصل إلى 10 ملايين، لكن هناك تصريحات سمعناها سواء تصريحات سعودية تصريحات روسية أن الإنتاج هناك سيكون طلب قوي وسيغطي على طفرة الإنتاج الأمريكي الذي يصل إلى مستويات، نحن نتحدث عن مستويات قياسية ربما تصل إلى 10 ملايين برميل. حقيقة يعني النفط الصخري الأمريكي أيضا موجود لتلقي حصة سوقية أو الحصول على حصة سوقية أكبر، بالتالي طبعا عملية التوازن ليست بسهلة، ولكن حققت أرضية صلبة أسعار النفط تفوق مستويات ال 55 دولار للبرميل، يعني إن صح التعبير كمستويات مهمة محورية بالنسبة لأسعار النفط. أعتقد منها نبني على مزيد من الارتفاعات، وبالتالي سوف يكون الاتفاق أيضا عرضة للتجديد وعرضة للتعديل لدعم أسعار النفط لارتفاعات أكبر في الفترة القادمة. وأعتقد شخصيا أنه ممكن أنه نشهد مستويات فوق 60 دولار للبرميل، واستقرار فوق هذه المستويات قرابة 70 دولار للبرميل، استقرار عند تلك المستويات على المدى النصف الثاني من العام الجديد 2018. طيب رائد، بما أن تراجع الدولار له دور وساهم في ارتفاع أسعار النفط وأيضا ساهم في ارتفاع الذهب، نتحدث عن قصة الدولار وضعف الدولار بهذا الشكل ووصوله إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات، رغم إنهاء الإيقاف الجزئي للحكومة الأمريكية، لكن الدولار تراجع. سمعنا تصريحات من وزير الخزانة الأمريكية يقول أن ضعف الدولار يفيد الاقتصاد الأمريكي ويفيد التصدير، يفيد الشركات، بالتالي له سيكون أثر إيجابي. لكن من جهة أخرى ترى ضعف الدولار يزيد من تكلفة الاستدانة، وبالتالي مع تطبيق قانون الضرائب كيف ترى الأمر وإلى أين يتجه الدولار برأيك؟ يعني لفتني تقرير الرائع الذي قدمتيه حول العوامل المؤثرة على الدولار الأمريكي، ونعود إلى نقطة مهمة اللي هي أن السياسة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وصناع السياسة المالية يستهدفون بطريقة أو بأخرى، وترامب كان قد صرح بذلك عدة مرات. لو نعود ونقرأ مرة أخرى ما بين السطور، أن الدولار الأمريكي الضعيف مناسب للاقتصاد الأمريكي في الفترة الحالية، والأدفانتج اللي كان أخذ الدولار الأمريكي في الفترة الماضية نتيجة لتوجه الاقتصاد الأمريكي لتشديد السياسة
السياسه النقديه زال تدريجيا مع توجه العديد من الاقتصادات الاخرى ايضا الى تشديد السياسه النقديه، وبالتالي لم يعد يعني موضوع رفع اسعار الفائده يعني هو عامل مفصلي بالنسبه للاقتصاد الامريكي ان يدفع الدولار الامريكي للارتفاع امام نظرائه من العملات الاخرى، وبالتالي نرى اليورو يعود الى الارتفاعات والجنيه الاسترليني يعود الى الارتفاعات وباقي العملات الاساسيه والسلع تعود الى الارتفاعات، على الرغم من ان هناك تشديد ورفع لاسعار الفائده في من الفدرالي الامريكي، فالموضوع هو فيسكال بوليسيز او سياسات ماليه تستهدف ان يكون الدولار الامريكي منخفض او ضعيف نسبيا لدعم الصادرات بشكل كبير، ويستطيع او يتمكن من يعني تحمل مستويات منخفضه للدولار الامريكي حتى لو كانت التكلفه تكلفه الاستدانه يعني. طيب بالنسبه للعجز، العجز الكبير الذي من الولايات المتحده الامريكيه المتوقع تريليون دولار ان يبلغ، برايك ضعف الدولار الى اي مدى سوف يؤثر؟ كيف ستستطيع الولايات المتحده الامريكيه سداد مثل هذا العجز رائد؟ حقيقة هناك يعني نوع من الانقسام داخل الحكومة الأمريكية أيضا، يعني لما بتشوف صعوبة في تمرير الموازنة بهذا الشكل وإغلاق للحكومة الأمريكية وتمديد لفترة مؤقتة ومن ثم يعني استمرار المفاوضات، هناك انفاق كبير سوف يكون المفروض أن يعود بإيجابية على الاقتصاد الأمريكي ككل وعلى معطيات الاقتصاد الأمريكي أو مفاصل الاقتصاد الأمريكي، لأنه الانفاق راح يكون على البنى التحتية التي ستستفيد منها الشركات بشكل مباشر، وبالتالي ممكن يكون في عندنا تحسن بسوق العمل بالاجور وما الى ذلك، وبالتالي تحقيق مستويات التضخم، هناك انقسام في تمرير كل قرار داخل مع هذا الانقسام وحول الانقسام حول رفع سقف الدين رائد، هل سيستمر الضعف برايك؟ مع هذا نعم، بالتالي هو عامل رئيسي بوجود الضعف في الدولار الامريكي، لانه بعض الشيء يشكك في الافاق المستقبليه، بالتالي موضوع قوه العمله او ضعفها هو موضوع ثقه من قبل جميع الأطراف بهذه العملة، عند انخفاض الثقة تنخفض الأسعار، ارتفاع الثقة ترتفع الأسعار وما إلى ذلك، فهناك نوع من يعني انخفاض الثقة إن صح التعبير أو إنه يعني إن كان التعبير قاسي بعض الشيء، ولكن هذا هو سبب رئيسي في تراجع الدولار الأمريكي، هناك نوع من التخوف من القرارات التي سوف تصدر وكيف سوف يتم تطبيقها. طيب رائد، ننتقل إلى اليورو مع ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي، صعود لليورو، ربما بعض التراجعات لاحظناها قبل قليل على اليورو، لكن مرتفع اليورو لأعلى مستوياته أيضا في 3 سنوات، برأيك اليورو إلى أين يتجه؟ هل سيستمر في هذا الصعود؟ هل ماذا سينتج عن هذا الاجتماع الذي سيعقد للبنك المركزي الأوروبي؟ هل سنرى أي تلميحات حول إنهاء برنامج التحفيز بشكل كامل في سبتمبر كما أقره البعض أو صرح به أعضاء في البنك المركزي الأوروبي؟ حقيقة اليورو يعني وضح الاتجاه الجديد، خرجنا من المستويات المتدنية، معطيات الاقتصاد المنطقة العملة الموحدة تغيرت كليا للإيجابية، وبالتالي السايكل تعود مجددا أو الدورة تعود مجددا ويعود اليورو للارتفاعات ويستهدف قد يستهدف مزيد من الارتفاعات، هذه التصريحات التي نسمعها من صناع السياسة النقدية داخل المركزي الأوروبي بإمكانية التخلص من برنامج التيسير بشكل سريع، يعني هذا يعتبر نوع من الثقة بآلية أو بنجاح هذا البرنامج وبالأهداف التي حققها وبالتضخم وبيانات التضخم، يعني عكست ذلك إيجابيا وبدأنا نرى العديد من الإيجابيات داخل الاقتصاد الأوروبي، في فترة كنا يعني وقت اللي كان اليورو منخفض بشكل كبير كان هناك استهداف من السياسات النقدية والسياسات المالية لإضعاف اليورو بشكل أكبر، بالتالي نحن عم نشهد هلأ عودة الارتفاع مجددا بناء على آفاق إيجابية في الاقتصاد الأوروبي، ولا استبعد أن يكون هناك التخلص السريع من برنامج التيسير النقدي واتجاه المركز الأوروبي، وبالتالي قد نسمع مثل هذه التلميحات اليوم في اجتماع المركز الأوروبي من خلال الثقة بالبيانات الاقتصادية القادمة أو التفاؤل والنظرة الإيجابية للفترة القادمة بالنسبة لمنطقة العملة الموحدة. رائد، اتجاه اليورو وأيضا نتحدث عن الباوند، ارتفاعات القوية التي يعني ارتفاعات 1.42 لم نراها منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ البريكزيت، فبالتالي بصورة سريعة.
بصورة سريعة في بالنسبة لليورو اليورو بداية. ممكن مستويات 1.25 تكون هي مستويات مفتاحية لمزيد من الارتفاعات اللي حقق اقترب من مستويات 1.24. بالنسبة للجنيه الاسترليني 1.42 عودة إلى ما فوق مستويات التي كنا عليها عند البريكزيت أو عند الخروج، وبالتالي ذلك ينعكس على إيجابية في المفاوضات، إيجابية في التعامل من الطرف الأوروبي والطرف البريطاني فيما يتعلق بموضوع البريكزيت، وكلاهما مرتبطان بشكل كبير بهذا الموضوع. كل ما كان الموضوع سلس وإيجابي أكثر وبالتالي سوفت بريكزيت، كل ما كان ذلك ينعكس إيجابا على كل من اليورو والجنيه الاسترليني بالارتفاع، وأيضا مستفيدين كلاهما من ضعف واضح في الدولار الأمريكي في الفترة الحالية أو على الأقل تقدير مع أول شهر من العام الحالي. نعم، يعني المفاوضات لها تأثير على الباوند. رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في شركة إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. Thank you.